الست مش زي الراجل في التعبير عن اللي جواها. الراجل واضح ومباشر، أنا جعان بيقول أنا جعان، عايز أتفسح بيقول عايز أتفسح، عايز أشرب بيقول عايز أشرب، أنا زهقان بيقول أنا زهقان. أما الست بتجمع أي إحساس بتمر بيه بحاجتين، البوز الشهير عند أي ست وكلمة مفيش حاجة. وطبعا معظم الرجالة بتزهق جدا لأنهم عايزين رد مباشر يفهموه علشان يخلصوا وينفدوا بجلدهم من النكد اللي ممكن يكون مستنيهم. بس بجد الست مفتاحها سهل جدا وبسيط، وزي ما احنا فاكرين. لو اعتبرنا ان الست دي كتاب مفتوح والكتاب ده فيه تفاصيل صغيرة، هي عايزاك تاخد بالك من التفاصيل الصغيرة دي مش اكتر. ممكن انت تكون بتعمل حاجات كتير جدا، لكن في حاجات بسيطة كده لو خدت بالك منها هتكون افضل بكتير عندها. اقول لك حاجة، صاحب مراتك تكسبها. أقول تاني، صاحب مراتك تكسبها. احكي لها واشكلها وفضفض معها، خصص معها وقت ولو حتى بسيط لما ترجع من الشغل، وقول لها ملخص سريع عن يومك، فاجئها بهدية حتى لو كانت بسيطة ومن غير مناسبة، قول لها كلام حلو، انت حلويتي، انت دايما جميلة، انت أحلى واحدة في الدنيا، أنا بحبك، ربنا يخليكي ليا. كلام ما بياخدش ثواني لكنه بيحسسها بالدفى وقادر يتغلب على أي بوز مهما كان. والبوز ده بوز طلب باهتمام مش أكتر. وخليني أقولك على حاجة كمان، حاول تحس بيها من غير ما تنطق. أهم عنصر في أي علاقة إنك تحس بالقدامك، وكل ما هتحس أكتر هي هتهتم أكتر، وهي صدقني مش عايزة غير كده. وساعتها عمرك ما هتشوفها متضايقة حتى لو اهتميت حبتين، لو سمعتها شوية وما زهقتش من حكاويها اللي ممكن تكون بالنسبة لك تافهة لكن بالنسبة لها كبيرة. تسمع باهتمام، تشاركها التفكير، تشاركها لحظاتها الوحشة قبل الحلوة، ولو في يوم قصرت تسد انت مكانها وتقول لها ارتاحي. صدقوني البوز اللي احنا الرجالة بنتكلم عنه هو مش ناتج عن مشكلة ظاهرة قدامنا، هو نتيجة عدم اهتمام بيها في العموم. لو صلحت ده بدقايق من وقتك وقلبك ومشاعرك هتحس بالفرق، وهتحس قد ايه انت كنت ظالم نفسك وظالمها. جرب كده تحسسها انها موجوده في حياتك، وان ليها اثر عليك في خطواتك، وانك بتفتكرها في زحمه يومك وفي زحمه ضغوطك. وقتها صدقني عمرك ما هتشوفها مكشره ولا هتشوفها ابدا منكده عليك. استنونا بعد الفاصل.